الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في مسألة أبواب التطوع في كتاب الوجيز. تحدثنا عن السنن، سنة الفجر، وأنها خير عند الله مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر. وتحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من صلى لله في يوم في اليوم والليلة 12 ركعة كان بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هن دون الفريضة. قلنا هن 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد العشاء، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. هذول 12 يعني هن السنن اللي احنا متعودين عليها، سنن الرواتب. اللهم يعني هن 4 قبل الظهر مش 2، يعني هي وردت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هن 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، وهناك سنن هن 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. هذا لمن أراد أجر البيت. ومن الأحاديث اللي ربما أغفلناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. يعني لو تزيد أخرى 2 بعد الظهر تأخذ أجر لا يلج النار، لا تلج النار من كان هذا ديدنه يوميا يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذه من باب السنن والتطوع. بقي معنا بعض الأبواب القصيرة، مثل باب الضحى. صلاة الضحى سميت الضحى لأنه أول ما تخرج الشمس بعد الشروق، يعني هذا يسمى وقت الضحى. ولهذا الله عز وجل قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمو فيها ولا تضحى، يعني لن تشعر بحرارة الضحى وحرارة الشمس في الجنة. فهذا الضحى اللي هو وقت حرارة الشمس أول ما تسخن الشمس في الصباح. عن عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما يشاء. يعني كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم سنته أن يصلي 4 من الضحى، 2 وعن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ب3 لن أدعهن ما عشت. يعني يشعر أن هذه الوصايا من الكنوز والهدايا التي أعطيت له. قال أوصاني حبيبي ب3 لن أدعهن ما عشت. قال صيام 3 أيام من كل شهر، لهن يقال أن أيام التشريق، يعني ليلة، يعني يوم 13 14 15 من كل شهر هجري، 13 14 15، لأنه بشكل عام الشهر الهجري يا 29 يا 30، فهن هذول ليالي الوسط اللي بيسموه ليالي القمرية، فيكون القمر فيها بدرا مكتملا. فهذه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر. طبعا الجميل في من داوم على 3 أيام صيام الأيام البيض هذه أو الأيام القمرية، من داوم عليها له أجر شهر، يعني كأنه صام الدهر كله. في حديث أنه من صلى 3 من كل شهر كأنه صام الدهر، والله أعلم إذا مش غلطان، ولكن الأجر أنه كأنه من صام يوما في سبيل الله له، والحسنة بعشر أمثالها. إحنا جمعة سبت أحد أيام قمرية، صح؟ جمعة سبت أحد، مع خلاف بين العلم على جواز صيام يوم الجمعة أم لا. طيب إني الأيام القمرية قربني، يعني جمعة سبت أحد. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأجر الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوما في سبيل الله كان له أجر 10 أيام، فمن صام 3 أيام كأنما صام 30 يوم، وإذا داوم 3 أيام من كل شهر هذا معناته صام الدهر كله. ولهذا في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. إله نفس المعنى تقريبا. العلماء بيقولوا الشهر شهر ضرب 10، هي 10 أشهر، وال6 أيام تبعات شهر شوال كل يوم عن 10، فهذول 60 يوم، لأني شهرين، فعشرة أشهر عن رمضان وشهرين عن 6 أيام شوال، فمن فعل ذلك يعني في كل عام كان كمن صام الدهر، كأنه صام سنة كاملة. وهذا الله عز وجل يضاعفه لمن يشاء، والله واسع كريم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، ولهذا سميت صلاة الأوابين. قال وهي صلاة الأوابين، أواب يعني تواب، رجاع إلى الله عز وجل. فيما يخص صلاة الضحى هناك بعض الأحاديث الثانية لم يذكرها المؤلف،
مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة. حتى في بعض الإعجاز العلمي أظن النبي صلى الله عليه وسلم حددها ب 350 مفصل، إذا مش غلطان يعني ناسي العدد، فقالوا 360 مفصل. وهذا طبعا إعجاز علمي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف له أن يعرف 360 مفصل قبل انتشار العلم الدقيق اليوم، العلم الداخلي. فسبحان الله، سبحان من يعني من علمه. فقال انه هذه صدقه، عليك صدقه. كيف تتصدق 360 شيكل كل يوم؟ تقدر لها؟ اذا تقدر لها ايش؟ قال يا رسول الله ان كنا لا نطيق. قال يكفيها ويجزئها ركعتين من الضحى. فاذا صليت الضحى كانك تصدقت 360 صدقه، بغض النظر هي شيكل هي درهم هي دينار، 360 صدقه. طبعا من الاحاديث ايضا صلاه الضحى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاتته صلاه الليل كان متعب، الليل قصير، نام حتى طلع الفجر، ما لحق يقوم الليل، يا دوب يعني أوتر أو صلى ركعتين، بده يعوض قيام الليل، كان يعوضها في صلاة الوتر. كان إذا فاتته صلاة الليل صلى في النهار 12 ركعة. النهار يعني في صلاة الضحى كما قال أهل العلم. الباب اللي بعده باب الاستخارة. والاستخارة هي أي ركعتين دون الفريضة. يعني ممكن تجعلهن ركعتين خاصة، يعني ركعتين فقط الاستخارة. وقد يجوز لك أنك تصلي مثلا ركعتين السنة الفجر وسنة الظهر أو أي ركعتين الشفع أو أي ركعتين من الركعات، فأنت تنوي معها أنها سنة، تنوي معها أيضا أنها استخارة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. غير الفريضة يعني أطلق كل شيء دون الفريضة، فبتقدر تصلي فيه ركعتين وتدعو بهذا الدعاء. وصلاة الاستخارة يعني هو دعاء الاستخارة، وهذا يعني سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في كل شيء، كبر أو صغر، صغير ولا كبير، يعني تستخير من رب العالمين. فأنت بدون الله عز وجل لا شيء، لن يدبر أمرك إلا الله عز وجل، ولن يوفقك إلى حسن الاختيار مثل رب العالمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على أيضا أهمية دعاء الاستخارة بكلماته، نلاحظ يحفظ بالكلمات، لأن القرآن يحفظ بالكلمات والحروف. فهكذا كان يعلمهم دعاء الاستخارة، يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بأمر، شو يعني هم بأمر؟ مش نوى، الهم بيجي بعد النية، يعني أنت نويت لشيء ثم هممت أن تقوم به، يعني خلص قررت أنك تباشر الأمر. واحد مثلا قرر يعني دور على بنت الحلال وقرر بده يخطبها، فخلص قرر أنه في اليوم الفلاني بدي اروح اقعد مع ابوها مثلا، هذا اسمه هم، ما دام حدد وقت ونوى فهار عنده هم. فاذا هم وقتها يعني يجوز له ان يستخير. اذا هم احدكم بامر او بده يقدم لشغل، خلاص تحدد له موعد شغل او بده يفوت جامعه معينه او بده يستخير اي شيء، بده يشتري سياره، بده يشتري بسكليت، اي شيء حتى لو صغير بسيط، بده يشتري بوت، يجوز لك انك تستخير الله عز وجل بكل شيء كبر او صغر. قال اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة زي ما قلنا، أي ركعتين، ثم ليقل. قيل يقل في سجودها أو يقل بعد التسليم، يعني أمر واسع، يعني كله يعني جائز. إن كنت حافظا للحديث فافعله مرة في ركوع، مرة في السجود، ومرة بعد التسليم، يعني نوع في الاستخارة. شو الدعاء؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك. والألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل فهي تفيد الطلب، يعني يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، استطعموني يعني اطلبوا مني إطعامكم، فاستسقوني أي اطلبوا مني سقياكم. فالألف والسين والتاء إذا جاءت على الفعل فهي تفيد الطلب. أستخيرك يعني أطلب منك الخيار، يعني اللهم إني أطلب منك أن تختار لي، هذه أستخيرك. واحد يقول لك شو يعني استخارة؟ الاستخارة هي أن تطلب اختيار الله. في ناس شو بيعملوا؟ قد يطلب الاستخارة من الله وقلبه ميت على الإشي اللي بده إياه ونفسه فيه، كأنه هو أصلا مقرر، يعني هو مقرر سواء ربنا بده ولا لا، أو أراد الله عز وجل أو لا. فلا، الاستخارة هي أنك تفوض أمرك إلى الله وتجعل الاختيار بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول يا رب أنا أطلب منك أن تختار عني،
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أستغيث يعني أطلب الغوث، أطلب غوث أن تغيثني برحمتك، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إياك أنك تخليني أنا أختار ولو طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، النفس أمارة بالسوء، النفس تهلك الإنسان، النفس تطمع دائما إلى إلى هواها، والهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى المهالك. فلهذا أنت تطلب الخيرة من الله، هذا معنى الاستخارة. إذا فهمت هذه النقطة تفهم شو يعني توكل، شو يعني تفوض أمرك إلى الله عز وجل، شو يعني أنك تستخير وأنت قلبك معلق بالله، مش بالشيء الذي يعني تستخير الله فيه. اللهم إني أستخيرك بإيش؟ بعلمك، يعني أطلب أن تختار لي بعلمك، أنت أعلم مني، أنت بعلمك أعلم مني، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني أنا معيش قدرة، قد يكون هذا الأمر جدا بعيد عني، قد يكون صعب المنال، فأنا أطلب منك أن تقدرني على بقدرتك يا رب على أن تعطيني إياها. أطلب منك قدرتك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. إذا نشوف المقدمة دائما كل نظام الأدعية هكذا، أول شيء فيها تعظيم لله، تحقير للنفس، ظهر الضعف، الانكسار بين يدي الله، ثم تطلب ما تشاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعد بيجي الطلب اهدنا. إياك نعبد يعني هذا فيها انكسار، الحمد وثناء الله عز وجل بأسمائه، ثم الانكسار والإحوجاج إلى الله عز وجل. إياك نستعين، أنا أستعين بك يا رب، لا طاقة لي ولا حول لي ولا قوة، فتنكسر أمام الله ثم تطلب ما تشاء. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنا انكسار أنا لا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أنا فيش عندي قدرة فيش عندي علم، ولكن القدرة منك والعلم منك يا رب، وأنت علام الغيوب، هذا غيب بالنسبة لي، هل فيه خير لي ولا فيه شر لي، هذا غيب، وأنت علام الغيوب مش عالم الغيوب، علام الغيوب، فيها صيغة مبالغة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الحاجة الذي يحتاجها، زواج زي ما قلنا، سيارة جديدة، جامعة جديدة، يسميها يا رب، كنت تعلم أنه في الشغل اللي أنا مقدم عليه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أول شيء لازم تهتم فيه أمر دينك، حتى لو تفوت على شغل جديد أهم شيء شوف وقت الصلاة، شو مع صلاة الجمعة، تهتم في دينك، لك تخطب واحدة لك تهتم في دينها، هي تعينك على دينك، بتصلي الفجر هذه ولا بتصليش، بتعرف أذكار الصباح، تعرف أذكار الصباح، كيف برها بأبيها وأمها وغير ذلك من طاعاتها، كيف هي يعني في البيت، كيف أخلاقها، فأنت بتسأل، كذلك المرأة تسأل عن صلاة زوجها أو الخاطب هذا، كيف صلاته، كيف سمعته، كيف أخلاقه، كيف هو مع قيام الليل وإلى آخره، كيف هو مع حفظ القرآن، واحد دائما أهم شيء اسأل عن الدين. ولهذا طول أصلا في دعاء الاستخارة أول شيء شو قال؟ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، أول شيء في ديني، هذا يدل على أنك تقدم الدين على أي شيء، في ديني ومعاشي اللي هي دنياي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، سواء كان عاقبة أمري في الدنيا أو عاقبة أمري في الآخرة. ولهذا هناك زيادة قال وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، العاجل اللي هو في الدنيا وآجله في الآخرة، يعني كأنك تسأل الله عز وجل إن كان هذا الأمر خير لي في دنياي وأخراي، في ديني ودنياي وأخراي. لهذا قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجله وآجله، أو عاجل أمري وعاجله، عاجل أمره وآجله، العاجل قبل الآجل، هو العاجل المستعجل والآجل هو مؤجل. فاقدره لي، إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي يعني اكتبه لي في القدر، اقدره لي ويسره لي، قد يكون أمر مكتوب لك في القدر لكن مش ميسر. ولهذا موسى عليه السلام شو قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، قد ينشرح الصدر ولا يتيسر لك الأمر، ألم نشرح لك صدرك، ثم قال بعد ذلك فإن مع العسر يسرا، جاب بعد انشراح الصدر اليسر، فأنت قد ينشرح صدرك لشيء معين ولكن معكش القدرة عليه، قد ينشرح صدرك لتجارة معينة بس معكش رأس المال، قد ينشرح صدرك لشيء يعني أي شيء في الحياة ولكن الوصول إليه صعب، فأنت تسأل من الله عز وجل فاقدره لي، اكتبه لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.
فإن كنت تعلم أو إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. قد يصرف عنك وقلبك معلق فيه، فأنت لا، اصرفه عني، ابعده عني واصرفني أنا عنه، اصرف قلبي عنه، لا تجعل قلبي يتعلق في هذا الشيء، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. لأنه قد يقدر لك الخير في مكان آخر ولا تكون راضيا، فأنت تطلب منه أن يقدر لك الخير حيث كان ويرضيك به، ثم أرضني به ثم يسمي حاجته. طبعا هذا كله، شوف الدعاء يعني مليء بسموها علاقة العبد مع ربه، يعني كل كلمة من هذه الكلمات تدل على يعني علاقة محبة، علاقة ثقة، أنت تدعو الله عز وجل وأنت متوكل عليه، واثق بقدرته، واثق بعلمه، عندك إيمان عميق بهذا الإله، كأنك يعني تأوي إلى ركن شديد. كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. فأنت يعني إذا كنت ضعيفا يعني فقيرا غير قادر غير عالم، أنت معك الله سبحانه وتعالى، إن معي ربي سيهدين، ربنا معك ربنا يهديك، ربنا معك ربنا بيسر لك جميع الأمور. ولهذا هذا الدعاء يعني من 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 هدايا الله عز وجل لعباده. تخيل أن الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عباده، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، ربنا بده يعلم الناس كيف يطلبون منه الحاجة. ولا شو أنت وأنت تطلب، ربنا علمك كيف تطلب والطريقة اللي تطلبها وفي مصلحتك. يعني ربنا ما علمك مشان يعني انه مش مجرد انه علمك طريقة وتذل إلي، لا، هي فيها مصلحتك اساسا. الله عز وجل غني عنك. شوف جمالية ان الله عز وجل علمك دعاء وانتقى لك الكلمات التي فيها تدل على رغبتك في الله عز وجل وثقتك به، في نفس الوقت فيها مصلحتك انت في دنياك وفي اخراك وفي دينك وفي عاقبة أمرك عاجله وآجله. فهذا الدعاء جميل جدا. طيب كيف يمكنني أن أعرف أنه الله عز وجل استجاب هذا الدعاء ولا لا؟ هذا ليس فيه يعني مرات، يعني مش شرط أنك تلاقي مثلا منام. في ناس جزء يلاقي منام، جزء يعني يرى منام فينشرح صدره. الاستخارة إما في السجود آخر سجود يعني، أو في بعد التسليم. في العملاء قال بعد التسليم، يعني كانك قدمت لربنا هذه الركعتين، لا تحدث فيهما نفسك، هدية ربنا، يعني زي القربان، أعطيت ربنا قربان، أعطيت ربنا صلاتين، هي فقط لله، ثم تسأل الله عز وجل حاجتك. وهذا زي مثلا تخيل ولله المثل الأعلى، رايح أنت على ملك فأنت قدمت له هدية في الأول، بعد طلبت حاجتك، فهذه بتكون أدعى لقبول الإجابة، لقبول الدعاء. طبعا الله عز وجل هذه يعني مع الله عز وجل هذا أمر جيد، ولكن مع الخلق لا يجوز، هذه رشوة. فاحنا تعاملنا مع الله عز وجل في غاية الكرم والعطاء. حتى لا هو بتقدر أكثر من شغلة في نفس الصلاة، بتقدر في نفس الوقت تقدر نفس الشغلة تستخير أكثر من مرة. يعني لنفس الأمر بجوز تستخير 10-20 مرة، كل ما بدك، كل ما صح لك تصلي ركعتين استخير في هذا الأمر. طبعا كيفية معرفة ذلك زي ما قلنا قد يكون في المنام، ولكن مش شرط، لا تعلق يعني الأمر في المنام. أنت شو بتعمل؟ قال لك هم بأمر صح، أنت تباشر هذا الأمر، يعني قدمت لشغل بتروح بتباشر السعي لهذا الشغل. إن رأيت تيسيرا وسهولة في الإقدام في الأمر، الأمر ييسر، معناته ربنا بيقول لك قدم كمل. وإذا رأيت تعسير صعوبة فاعرف إنه هذا في يعني الله عز وجل غير راضي لك هذا الأمر. فهنا بيجي امتحان الإنسان وإيمانه، هل أنا فعلا يعني بدي اختيار الله ولا أنا بدي خلص أختار لنفسي؟ ليش استخرت أساسا لما تزعل أنه ربنا صرف هذا الأمر عنك؟ بعض الناس يعني قد يكون في راسه وحدي معينة، بنت معينة سامع عنها معلق قلبه بها، ثم يستخير، ولما يجي يقدم كل شيء معسر، رفضوا مش عارف إيش، بيقولوا لا تتعلم مش عارف، بتصير فيه تعسيرات معينة. لا، في ناس شو عنزه ولو طارت بدي إياها، ولا بعمل دم. لا يا أخي، أنت استخرت من أجل إيش؟ إنه يكون عندك يقين بالله إنه يختار لك هو، مش أنت تختار عن الله. فالأمر يتعلق بالتيسير والتعسير، يعني رأيت تيسيرا وسهولة في إجراءات الأمور، فأنت معناته ربنا يقول لك قدم. إذا رأيت تعسير اعلم أن الله عز وجل يقول لك يعني لا تقدم. آخر بابين على السريع بنخلص إن شاء الله. متى يقضي ركعتين الفجر؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، ومعروف إنه بعد الصلاة الصبح ممنوع الواحد يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالرسول تعجب،
فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فقضاهما بعد الصلاة مباشرة فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسموه إيش؟ سني تقريري. صحيح، أنا اللي قال تقريري، بارك الله فيك. هي سنة تقريرية، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت النبي يعني إقرار، طالما سكت معناته أقر على هذا الحكم. إذن فهل يجوز أن يصلي يقضي السنة بعد الفجر حتى لو لم تطلع الشمس؟ نعم يجوز. وهناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي ناوي ما ينمش وناوي يظل مكمل ومعه ساعة من الوقت وبده يصلي الضحى، قال صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، بعد يعني وقت الضحى. الضحى بتصلي السنة تقضيها، فأنو أفضل إذا معك ساعة من الوقت، فش عندك شغل فش عندك كذا، تصليها بعد الضحى. إذا كنت مستعجل عندك شغل فتصليها يعني قبل الضحى. آخر حديث عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا. طبعا هذا لم يروى إلا عن ابن عباس أظن، فيما أعلم إنه قضية تغيير المكان. تغيير المكان قد يكون إما إنه من باب زي ما قال أهل العلم إنه من باب إنه خلص ما يظنوش إنك أنت كمانك بتصلي بالفريضة، وخاصة الإمام مثلا قد يصلي الإمام، يجي واحد داخل بلوش إنه الإمام بيصلي السنة اللي بعد الظهر مثلا إذا ظل محله، فلا يغير مكانه عشان يعني لكي لا يلبس على الناس. الأمر الثاني إنه قال مشان يشهد لك الأماكن اللي تصلي فيها، فأنت صليت في مكان يشهد لك هذا المكان. طبعا هذا الأمر واسع، وهذا الحديث لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.